يشير مصطلح الانكماش إلى انخفاض في الأسعار كافة في فترة يعاني فيها الاقتصاد من كساد أو نمو اقتصادي بطيء، ويترافق الانكماش عادة مع أزمة اقتصادية ويسببه تراجع في الطلب أو حتى فائض في العرض. ويكمن القلق الأكبر في الوصول إلى مرحلة يخشاها علماء الاقتصاد وتعرف بدوامة الانكماش. يحدث ذلك عندما تبدأ الأسر بترقب تدن إضافي للأسعار فتؤجل عمليات شراء السلع، وينعكس تراجع الاستهلاك على الشركات التي تقوم باقتطاع أجور الموظفين أو بتقليص وظائفها. عندئذ تتراجع القدرة الشرائية، ما يدفع بالشركات إلى تخفيض الأسعار مرة جديدة لتشجيع الأفراد على إنفاق الأموال. ومع تراجع أرباحها تعدل هذه الشركات عن الاستثمار، الأمر الذي يغذي هذه الحلقة المفرغة. تجدر الإشارة إلى أن الانكماش له آثار اقتصادية كارثية على الشركات والأسر المديونة التي ترى أن قدرة التسديد تتراجع باستمرار ومبلغ الدين هو عينه.